والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. حنا الا بغينا نتكلموا غير على الزنا، بغينا نتكلموا غير على الحكم ديالو، كنشعروا بواحد شويه ديال الخجل. لكن هو ماشي بغى يتكلموا على الحكم، بغى يتكلموا على بغاو يزنيو، وكيقول لك لا راه ما خصهمش تعاقبوهم الا زناو. علاش؟ لانهم راشدين. هذا هو الرشد، لان السفاه ما عرف كي غادي يكون السفاه. من كينطلقوا هاد الناس؟ ينطلقون من هذه القوانين الدوليه التي يسمونها كونيه، كان الكون كله يعني حتى الاجرام السماويه الاخرى، حتى يعني المجموعه الشمسيه كلهم راه بغاو هادشي، وهادشي اللي بغاتو الوقت. مع ان هذه مطالب لفئه محدوده، معروف توجهها ومعروف من يدعمها. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. يعني عجيب ان نسمع في بلد الاسلام من ينادي ببعض الدعاوى التي تخالف قيم الإسلام، والتي لا يقرها الإسلام، وهو أمر معروف بالضرورة من دين الإسلام، ويجهر بذلك ويخرج إلى العنن دون حياء ودون خجل. يعني الإنسان ولا كيطالب بشي أمور اللي هي مخالفة للشرع، مخالفة صريحة ومصادمة للدين، مصادمة واضحة، ويظهر بوجه مكشوف بدون حياء ولا خجل. هذا والله من أعجب ما يمكن أن تسمع في هذا الزمن. أنا أتصور أن هؤلاء الذين خرجوا في هذه الحملة الخبيثة التي سماها أصحابها بغتها الوقت، بغتها الوقت. طبعا لو سمعنا هذه العبارة الدارجة ولم نعرف مضمونها لقلنا بأن هؤلاء يتكلمون عن أمور حيوية، يتكلمون عن أمور مصيرية، يتكلمون عن أمور يحتاجها عامة المواطنين. كيتكلموا على شي حاجة اللي هي محتاجينها الناس كلهم، الناس لا يستغنون عنها، لو لم يطالوها فإنهم يعيشون حرجا شديدا. إلا ما توفرت لهمش غادي يعني يصيبهم واحد المشقة شديدة. غادي نقولوا كنتصوروا بأن هاد الناس غادي يهضروا على جودة التعليم، ولا غادي يهضروا على ميدان الصحة. الناس كيعانيوا في صمت من أمراض مزمنة، لا يجدون طاقة لهذه المصحات الباهظة في الثمن، ما كيوجدوش المستشفيات، ما كيوجدوش الأسرة، ما كيوجدوش الأماكن فين يتعالجوا، أماكن ديال الفحص، لا يستطيعون شراء الأدوية لثمنها الباهظ. نقولوا الناس كيتكلموا على هذا الوقت المضع هذا، كيتكلموا على الأثمنة الغالية، على الأسعار الملتهبة. هادشي اللي بغات الوقت باش يهضروا الناس على هذه الأمور، ويشوفوا الحلول، ويشوفوا الآليات التي ينبغي أن تسلك من أجل التخفيف من هذه الوطأة ومن هذا الاحتقان الذي يكتوي جميع الناس بناره وهم صامتون، وهم يعني دائما غير كل واحد والله عالم به. ولكن مني كنشوفوا اش المقصود بغاتها الوقت؟ بغات الوقت الزنا. سبحان الله، ما سمعناش مزيان. الوقت اش بغات؟ بغات الزنا، بغات ان يرفع التجريم عن الزنا. طبعا نحن نعلم ان مع هذه النصوص القانونية التي تجرم الزنا، طبعا هما يريدون أن يجملوا هذا الوجه الكالح، وهذه طبعا خطة ديال إبليس وخطة ديال جميع يعني المبطلين، أنهم يحاربون الناس حتى في المصطلحات. حتى ذيك المصطلحات خصنا نزينوها شوية ونزوقوها من أجل أن تنوج على الناس. فإذا قلنا لك مثلا أجرة بغينا نهضروا على الزنا، راه كيحشم الانسان حتى يتكلم على الزنا. حنا الا بغينا نتكلموا غير على الزنا، بغينا نتكلموا غير على الحكم ديالو، كنشعروا بواحد شويه ديال الخجل. لكن هو ماشي بغى يتكلموا على الحكم، بغى يتكلموا على بغاو يزنيو، وكيقول لك لا راه ما خصهمش تعاقبوهم الا زناو. علاش؟ لانهم راشدين. هذا هو الرشد، لان السفاه ما عرف كي غادي يكون السفاه. السفاه زعما الانسان اللي لا فيه العفه هذا راه سفيه.
ولكن إن بلغ سن الرشد فإنه يزني ويشرب الخمر يعني ويفطر في نهار رمضان علنا. إذن هذا الشخص ننحيده هذه الفصول اللي في القانون المغربي الجنائي يعني تجرم هذه الأفعال وكيسموها العلاقات الرضائية. يعني العلاقات الرضائية يعني حيد غير الاغتصاب وحيد الاعتداء على القاصرات اللي كيسمي البيدوفيلي، يعني واحد الإنسان يعتدي على شي قاصر، قاصر طبعا واخا تكون غير 17 عام كتسمى قاصر في القانون، لكن إذا كانت عندها 18 عام أنهار ورضيت بأن يزني بها من هو في مثل سنها دون اعتراض ودون يعني تمنع فإن الأمر ينبغي لا يجرم، وخا يلقاهم مجموعين ما يعاقبوهمش. هذا الشيء اللي بغات الوقت، هذا الشيء اللي بغات الوقت. إذن غير باش نفهموا هذه الحملة دابا الآن من شدة خبث هؤلاء، وطبعا هما ما كيعجبوش هذا النقاش، هما كيعجبوهم خصك أنت يقولوا هذا الشيء وأنت تسكت، أنت خصك تسكت. يعني أهل العلم وطلبة العلم وأهل الغيرة والنخوة وهم عموم هذا الشعب المغربي المسلم بحمد الله تعالى خصهم يسكتوا ويخليوا الأمور تمشي، ويخليوا الأمور تمشي حتى تسن هذه القوانين وتفرض. يا أيها المسلمون، إن هذه القوانين لو قدر الله عز وجل وطبقت ويعني يعني حكم بها الناس فإن لها مآلات قبيحة، لأن احنا كنعرفوا بأن بلاد الغرب اللي عندها هذه الأمور أصلا جربتها واكتوت بنارها، أحلاس خلاص هما عندهم العلاقات الرضائية لا تجرم. يعني كل واحد كيمشي مع شي وحده ما عندهمش مشكل، الفنادق يعني الاستراحات في اي مكان، غير طبعا ما يكونش داك الشيء علني، فهذا امر معروف عندهم ليس داخلا تحت الجرائم. طيب، ومع ذلك بعض النصارى وبعض الكفرة الذين لا يدينون بدين مع ذلك تتحرك الغيرة في قلوبهم فتقع الجرائم من الضرب ومن الجرح ومن القتل ومن غير ذلك بسبب هذه العلاقات الرضائية المزعومة. إذا نحن مجتمع مسلم وفي أقل أحواله مجتمع محافظ لا يرضى بهذا. من كيف تلقوا هذه الناس؟ ينطلقون من هذه القوانين الدولية التي يسمونها كونية، كأن الكون كله يعني حتى الأجرام السماوية الأخرى حتى يعني المجموعة الشمسية كلهم راه بغاو هذا الشيء وهذا الشيء اللي بغاته الوقت، مع أن هذه مطالب لفئة محدودة معروف توجهها ومعروف من يدعمها ومعروف من يعني يؤزها، ومع ذلك تريد أن تفرض رأيها وأن تفرض نمط حياتها على جميع المسلمين. وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يسكت عنه كل من استطاع أن يتكلم. علاش؟ لأننا احنا مجتمع مسلم، ديانة أهله في مجملها الإسلام، الدستور المغربي ينص على أن الإسلام من مصادر التشريع في القانون الآن، الإسلام من مصادر التشريع، يحكمنا أمير المؤمنين. إذن وطبعا أمير المؤمنين كما سمعنا في الخطاب الذي تكلم عن هذه المدونة قال بأنني بصفتي أميرا للمؤمنين، فإنني لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله، ثم ذكر يعني قال خصوصا في الأمور التي تؤطرها آيات قرآنية واضحة. وطبعا احنا كنتكلموا على هذه الامور اللي هي واضحه. واش كاين شي واحد اللي كيشك بان الزنا حرام؟ الزنا حرام، الزنا حرام بالكتاب والسنه والاجماع. واش كاين شي واحد اللي كيشك بان القطعيات التي جاءت في القران في مجال الارث وفي مجالات اخرى التي يريد هؤلاء ان يضربوا عليها وان يعني يطعنوا فيها وان يغيروا من شكلها؟ هذه امور واضحه وأمور جلية. إذا الله يجزيكم بخير، خصنا نعرفوا بأن هذه الأمور لو سميت بمسمياتها لما اقتنع بها إلا بعض الشذاذ
الذين لا قيمة لهم في المجتمع، لأنه إحنا كان عفوا لد كاين في المجتمع من يعمل عمل قوم لوط، كاين في المجتمع من يزني، كاين في المجتمع من يشرب الخمر، كاين في المجتمع من يفطر في نهار رمضان، كاين في المجتمع من يزني بمحارمه، كاين في المجتمع هذا. ولكن كم يمثلون هؤلاء؟ وإن بدا أنهم يعني كثيرون فإنهم قلة بالنسبة لعموم المسلمين. فنحن بحمد الله تعالى في مجتمع محافظ، الغالب عليه الخير، والغالب عليه الاستقامة، والغالب عليه العفة، والغالب عليه البعد عن هذه الرذائل وعن هذه القادورات. فلا يمكن أن نسمح لهذه الأقلية أن تفرض قانونا يسري على جميع المواطنين، يسري على جميع المواطنين. إذن تصور معايا لو طبقت هذه المسألة، فإنه حينئذ يمنع بسلطة القانون أن تنكر على ابنتك وعلى أختك وعلى أمك أن تفعل ما أباحه القانون وما سمح به القانون. القانون سمح لها بأن تزني، فأنت لا يسمح لك أن تعترض ولا يسمح لك أن تنكر، وإن أنكرت فإنك ربما تسجن أو تغرم، وربما توقع على التزام بعدم التعرض لأختك وعدم التعرض لابنتك وعدم التعرض لأمك. عاد قضية الخيانة الزوجية، هاد الناس يعني سبحان الله ما عرفنا فين غادي يوصل. حتى الخيانة الزوجية يريدون رفع التجريم عنها. يعني الرجل يعني القانون الآن لو أن رجلا يعني ثبت عنده أن امرأته تخونه وأقام على ذلك الأدلة فإنها تسجان، ويعني على الأقل كاين بعدا واحد شوية غير كيهيبوا بعدا على شوية على الأمر. ولكن حتى هاد شوية خصنا نحيدوه. الرجل يخون امرأته والمرأة تخون زوجها، وهذا الشيء بغاتها الوقت. ثم نسائل هؤلاء، أنتم الآن تزعمون بأنكم تريدون الإصلاح، وتزعمون بأنكم تريدون التقدم، وتزعمون أنكم تريدون مواكبة الحضارة. طيب، لو أن الناس زنوا جميعا، لو أن الناس تركوا الإسلام أصلا، قاع ارتدوا الناس، قاع كلهم ارتدوا وما بقوش كيصليوا وما بقوش كيصوموا، كل شيء كيفطر رمضان مثل بعض الدول، يعني القهاوي مفتوحين والمطاعم وكذا في نهار رمضان. واش هادشي هو اللي غادي يجعلنا نتقدموا؟ صافي غير الا ولينا كنزني ولينا كنشربوا الخمر ولينا كنتهكوا حرمه رمضان، صافي غدا غادي نصبحوا دوله متقدمه، دوله عندها الصداره، دوله تنافس الدول المتقدمه، تنافس امريكا وتنافس الصين وتنافس الدول يعني المصنعه. سبحان الله، رجوع الله. واش بهذا يعني تتقدم الدول وبهذا تزدهر المجتمعات؟ ليس بهذا، وإنما بتشجيع البحث العلمي وبالإنفاق بسخاء على هذه المقومات التي تكون سببا في النهضة وسببا في الحضارة وسببا في تقدم العلوم. احنا هذه الأمور ديال التعليم غادي نقمعوا فيها وغادي نقتلوا فيها. لماذا تهاجر العقول؟ علاش؟ حتى النوادر التي تبرز من المغاربة ومن غيرهم من المسلمين لا تجد لها موطئ قدم في هذه البلاد، فيتلقفها الغرب الكافر فيحتفي بها أيما احتفاء، وتصنع حضارته وتزيد في تنميته. علاش؟ علاش كل كي يصنع الحضارة الآن؟ فتش عن جميع الجامعات وعن جميع المراكز وجميع المعاهد، غادي تلقى فيها مسلمين لو وجدوا مكانا في بلدانهم لما برحوا تلك البلدان. ولكن الله غلب، لأننا احنا ما وجدناش هذيك البيئة. ما أردنا أن ينشط هؤلاء ولا أن يكونوا عونا من أجل نهضة هذه الأمة، واشتغلنا بهذه السفاسف. الناس يقبسون من الغرب يعني الأمور التي تنفع، يعني يأخذوا منهم التقنية ويأخذوا منهم العلم ويأخذوا منهم التصنيع ويأخذوا منهم كذا. احنا اش كناخذوا منهم؟ أقبح شيء،
كناخذ منهم الأخلاق السيئة، كناخذ منهم القيم البعيدة عن الفطرة السليمة، كناخذ منهم يعني العيش الاجتماعي الذي يصادم شريعتنا، ونزعم أننا بذلك سنتحضر وبذلك سنتقدم على شاهة الوجوه. إذن هذه الحملة حملة خبيثة، ولا يقرها إلا من لا يفقه شيئا في دين الله، ولو أن الناس سموا هذه الأمور بمسمياتها لما قبلها أحد. لكن وجدوا الناس كيديروا استطلاع في الشوارع، وكيمشيو الناس يديروا يعني هذا ميكرو تروتوار، وكيسولوا يعني شنو رأيك في العلاقات الرضائية. وفي الحقيقة مهم، كاين الحرية، أنا ماشي معاه ولكن ماشي ضد، كل واحد كيدير داكشي اللي يعجبه. والآخر كيقول لك لا سيدي حنا خصنا يطلقوا لنا اللعبة، والآخر كيقول لك كذا. هل هذا يعرض للآراء؟ ثم هذه الآراء نحن نعلم أنه يكون فيها انتقاء ويكون فيها توضيب، وتستبعد الأقوال التي ربما تكون رصينة، والتعليقات التي تكون متينة تستبعد. وأنا أعتب على أهل الإعلام يعني الإسلامي أو الإعلام المحافظ، لما لا يجاري هؤلاء في هذا؟ حتى احنا سيدي نديروا هذه الاستطلاعات ديال الرأي ونسول الناس، ولكن نسألهم سؤالا مباشرا، نقول له شنو الرأي ديالك في الزنا؟ واش انت تقبل بأنه الزنا يولي مسموح به في القانون المغربي؟ ونبين له يلتيلا كان غافل، نقول له واش تقبل بأن بنتك تزني؟ واش تقبل بأنه تجي شي نهار وتلقى أمك تتزني؟ تجي شي نهار وتلقى أختك تتزني؟ وما يكونش عندك الحق تقول لها اللهم إن هذا منكر، لأن غادي تمشي تدعيك وتمشي أنت للحبس. واش تقبل بهذا الشيء؟ هكا خصها تكون الأسئلة، لأنه لا يجوز لنا أن نكون يعني متهاوننا في أمر ديننا. لا، نبينوا الحق ونتكلموا بوجه مكشوف، ها هو شرع الله عز وجل، وها هي الأمور التي تخالف الشرع. فالله عز وجل يقول في كتابه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا الله عز وجل يريد أن يتوب علينا وأن يغفر لنا، لكن الذين يتبعون الشهوات يريدون أن نميل ميلا عظيما، بغاونا نميلوا واحد الميل، ماشي غير شوية شوية 50%، لا، ميلا عظيما. فانظروا إلى هذه الدعوات الباطلة كيف تنتشر في بلاد المسلمين، وكيف تغزو أفكار الشباب والشابات حتى يقتنع بها بعض ضعاف الإيمان وضعاف العلم. لأن دابا احنا نشوف دابا الدعوة ديال هؤلاء كيف، يعني أولا كيقضوا على العلم الشرعي ويجعلون حاجزا بين هؤلاء الشباب وهؤلاء المواطنين وبين العلماء. الناس يعني ولوا نفرهم العلماء، وجعلوا العلماء يعني متزمتين ومتشددين ورجعيين ومتخلفين، ويريدون أن يرجعوا الناس إلى عصور الظلام والانحطاط وكذا وكذا وكذا. إيه طيب، واخا هما مشوش قضية التعليم والفهم وقراءة الأمور الشرعية وكذا، إلى من نسندها؟ إلى هؤلاء، هذو هما اللي غادي يفسروا لنا، يفسرون جميع النصوص. حتى أنا سمعت من يفسر كلام أمير المؤمنين نصره الله، هذه الكلمة اللي هي سبحان الله يعني غصة في حلقهم. إذن إحنا عندنا مجالس علمية، واش الزنا حلال ولا حرام؟ إذن إذا كان الزنا حرام فإن أمير المؤمنين صرح بأنه لا يحل حراما، إذن قضت الهضرة، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. شي حاجة اللي حلال ما يمكنش يحرمها، وشي حاجة اللي حرام ما يمكنش يحللها. واسألوا جميع الفقهاء، واسألوا جميع الأئمة، خلي من الناس الآخرين كاع، سول الأئمة الرسميين، المجلس العلمي الأعلى، رؤساء المجالس العلمية، كلهم يفتي بأن الزنا حرام. إذن كيف ينبع من هذه الأمة من يدعو ومن يطالب بأن يكون الزنا مباحا ومسموحا به في بلاد أمير المؤمنين وفي بلاد دينها الإسلام؟ الجواب لكم، لكم واسع النظر. إذن نسأل الله عز وجل أن يحفظنا في أوطاننا
وأن يحفظنا في ديننا، وأن يحفظنا في قيمنا وأخلاقنا، وأن يرد كيد الخائنين، وأن يكبتهم، وأن لا يرفع لهم راية، وأن لا يتم لهم غاية، إنه القوي الجبار المنتقم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم مدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤثرها نصوص قرآنية قطعية.